مرحبا، برج السرطان. برج السرطان المعروفين بالحنان، حناين هم كتير، خاصة البنات وحتى الشباب. بتلاقي الشاب كتير بيقولوا له ابن أمه، بس من كتر ما هو يعني حنون على أمه وعاطفي. هو شخص رومانسي، برج السرطان. والحلو فيه انه مش بس على صعيد العاطفة هو حنون ورومانسي، لا كمان بالشغل بتلاقيه كتير ناجح وكتير بحب التجديد وما بيرضى يكون نمبر تو ابدا. وهذا الشيء اللي انا بحذره منه، بقول له مش مشكلة انت تكون مع مجموعة ناجحة، يعني مع فريق ناجح. ما تحاول دايما يا برج السرطان انك تكون نمبر ون، والا يعني خلص الامور صعبة لا كمان لما تكون، يا سلام على الورق ما احلاه، يا سلام لما تكون مع فريق ناجح متكامل. على فكرة بتكون أحلى بكتير من نجاح شخص لحاله، لأنه اللي حواليه بيكونوا، خاصة في العمل، بيكونوا عم بتمنوا النجاح كمان لإلهم، فبتصفي في غيرة وحقد. فدائما اهتم ب انك تشتغل مع فريق، لانه الناس اللي حواليك يا برج السرطان، شو هالورقة الحلو، يا برج السرطان اللي حواليك بفهموك غلط. انت ما في بالك ابدا انك تكون افضل من غيرك، انت كل اللي في بالك انك تكون شخص كامل، شخص عملي. بس الرومانسية بتزيد عند برج السرطان، هذا اللي بيفرق عن الأبراج التانية، إنه من الناس اللي ناجحين كتير في العمل وكمان محظوظين، يعني مش بس شطارة منهم، لا كمان هم محظوظين في العمل. برج السرطان من أكثر الناس المكافحين اللي بشوفهم، هم برج السرطان. هم خلينا نحكي هم كوكتيل من كله، يعني هيك مجموعة أشياء حلوة مع بعض. برج السرطان يعني هم شفافين كتير، حساسين، بيهتموا كتير بشغلهم بالتفاصيل، وهاي مشكلتهم. اللي المشكلة الثانية عندهم اهتمامهم الكبير بالتفاصيل، يعني بيضيعوا كتير بالتفاصيل الأمور وبنسوا الموضوع الأساسي اللي لازم يشتغلوا عليه. واللي بحييهم برج السرطان، في شغلة كتير فيهم حلوة وحتظهر كتير، يعني هاي من يعني هو شق في شخصيتهم، لكن حيبين كتير بالثلاث أشهر الجايين هاي الصفة. وهي إنه عاملين توازن حلو، توازن إنه عم بيحاولوا يوازنوا بين العاطفة والشغل والبيت والكذا والأمور والحياة الاجتماعية. عم بيحاولوا يغيروا شوي من طبيعتهم اللي كتير مثالية، وبيبحثوا عن الأفضل دائما. وطبعا أنا ما بعارضهم، لكن بقولهم كمان في عاطفة عندكم، في أمور تانية لازم تهتموا لها. طبعا خلينا شوي نحكي عن بنت السرطان. بنت السرطان بنت رائعة، خلينا نحكي بشكل عام، يعني حتبين أنوثتها كتير بالفترة الجاي. حتهتم أكتر باللبس، بالميك اب، بالمظهر، وكأنه في حدا في بالها. لبرج السرطان بنته شاب، في شخص في بالكم انتو ناويين ترسموا عليه، او ما بعرف، حابين انه يكون الكم. انا بقولكم انه هذا الشخص عم بيفكر فيكم بنفس القدر، وبده اياكم، بده اياكم. لكن هذا الشخص شوي في شوية غموض، خلينا نحكي، لكن هو من جواته، من جوات قلبه كتير بحبكم، وكتير خايف انه يعني ياخد خطوة، لانه خايف انه انتوا ما تتقبلوا في حياتكم، او انه ينصاب بصدمة من هذا الموضوع. فهو خايف شوي، لكن حيتجرأ.
في شهر، خلينا نحكي شهر 7، حيتجرأ ويتقدم لكم بالعرض اللي هو عنده إياه. وأنا طبعا عم بحكي عن العاطفة لحديت هلأ. بالنسبة للعمل برج السرطان، طبعا يعني ما بده توصاي، لأنه برج السرطان كتير من الأشخاص اللي بيعرفوا شو بدهم، أشخاص كتير منظمين، ما بحكي منظمين انه بالنسبة لأغراض البيت كذا، لا، منظمين في تفكيرهم، عارفين شو بدهم. وهاي الشغلة حتلعب دور بالفترة الجاي، لأنه حيكون في منافسة كبيرة بالشغل، وطبعا مين بيقدر يعني يصمد قدام برج السرطان؟ برج السرطان كتير قوي وكتير ذكي وبيهتم بالتفاصيل، وحيكون كتير حكيم بالفترة الجاي، وحيكون عنده انتصار مش طبيعي على صعيد العمل. إذا العاطفة والعمل في أمورها، يعني في قصدي في طريقها للتحسن، المطلوب من برج السرطان كالتالي: إنه يتغاضى عن شوية تفاصيل مش عاجبيته. يا جماعة، يا جماعة السرطان، مش كل الأمور لازم تكون 100%، 80% منيح في سبيل إنه يعني أنا أعمل نجاح ونجاحين وثلاث، أحسن ما أعمل نجاح واحد 100%. لا، أعمل 3 4 نجاحات في عملي على سبيل المثال، لكن بدرجة 80 70% كذا. ما تهتموا بالتفاصيل وتضيعوا بموضوع من المواضيع وتنسوا بقية الأمور أو بقية تفاصيل حياتكم. خليكم بالعموم ماشيين على خط واحد، وهو اللي انتو هلأ ماشيين عليه. إذا انتو هلأ بالطريق الصح، الأمور عم تتحسن تدريجياً. وطبعا برج السرطان ما ننسى انه من شهر 11 كان شوي ملبك، لحديت بداية السنة كان في كمان شوية تلبك، كان عم يبني 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 ويستنى يشوف النتيجة. انا ببشرك بقول لك بالفترة الجاي، بال3 اشهر الجايين، حتشوف نتائج كتير حلوة، وحتوصل لنقطة من السعادة انه تقول لحالك: شو يا يعني انا في حلم ولا فعلا كل الامور تمام؟ حتكون كتير مرتاح وكتير، وهذا الاشي عم بخليك كمان تبني امال جديدة. يعني انت بالفترة الجاية حتكون الامور تمام التمام، ما في احلى من هيك، لكن حتكون طماع، وهذا شيء حلو. حتكون طماع انه بدك تحقق احلام اكبر، توسع بمجالك العملي اكثر. اذا انت كنت في شراكة، نسيت احكيها لبرج السرطان، اذا انت كنت في شراكة في العمل، بدك تنتبه انه تراقب هذا الموضوع، بس بدون شك، يعني بدون ما تشكك الطرف الاخر فيك. يعني ممكن ما يكون في شيء، لكن اللي مبين عندي انه في، مش انه حدا عم يتغاباك، لا، انه في شخص عم يستغل طيبتك. انت ما عم تخسر فلوس بهذا الموضوع، الموضوع شوي بعيد عن الفلوس، مع انه الشراكة في العمل، لكن هو قريب من السمعة. بدك تحاول توقف، اذا هذا الاشي موجود عندك يعني وقراءتي زابطة معك، بدك تحاول تنتبه لهذا الشخص، لانه عم ببين لك غير ما هو عم يضمر لك من الداخل. كمان بدي اياك ما تتشائم بالنسبة لهاي الشراكة، لانه اللي مبين عندي انه يعني هي اوكي حق تنفرط هاي الشراكة، أو ما حتستمر، مش هلأ، بعد شهر أو شهر ونص، لكن هذا الشيء رح يكون في صالحك تماما، لأن الشخص اللي كان معاك في هاي الشراكة ما كان أوكي 100%، وما كان يضمر لك الخير. أنا ما عم بقول شراكة يا جماعة الخير، كل شيء بشكل عام،
تاخذوه، يعني ما تاخذوا الكلمة بكلمتها، انه انا عم بقول شراكة، ما انه انت يعني بس انت وشخص شركاء في مشروع في رأس مال، لا، الشريك في العمل اللي هو زميلك مثلا، ممكن يكون زميلك في المكتب في الشغل، او انت وياه بنفس البوزيشن، او مشتركين في شغل لازم تتخلصوه مع بعض في نفس الوقت، ناخدين نفس المهمات في الشغل. يعني انا بحكي بشكل عام، واذا بتتابعوني في الفيديوهات الجاي اكيد حأخصص لكل الأبراج، يعني أعطي المعنى الأقرب، لأنه الطاقة هون مبينة عندي لثلاث أشهر، بتختلف عن الطاقة الشهرية، بتختلف عن الطاقة الأسبوعية. لذلك بقول لبرج السرطان انبسط وافرح، بس ما تخبر كل شيء حلو بيصير معك للي حواليك، لأنه في كتير ناس حواليك، خاصة الشاب من برج السرطان، في حواليك ناس قريبين جدا منك وعم يغاروا كتير منك، لكن ما في خوف أبدا عليك، حظك كتير حلو بالفترة الجاي، وبتمنى لك إن شاء الله إنه القراءة تزبط مع من الأغلب اللي عم يشوفوني. إذا أنتم متواصلين معاي طاقيا فإن شاء الله تنطبق على الكل، وقلت لك لإلكم كلكم.